خديجة. نظم قسم فعاليات الطلبة بمكتب شؤون الطلبة في الجامعة الأمريكية بالشارقة انتخابات المجلس الطلابي لعام 2016 والتي استمرت لمدة أسبوع. طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة انتخبوا 14 عضوا جديدا للمجلس الطلابي خلال تصويت جرى في المركز الطلابي، ويعمل المجلس الطلابي كصوت للطلبة يصلهم بشكل مباشر مع إدارة الجامعة. ويهدف المجلس أيضا إلى إطلاق برامج ومشاريع تلبي احتياجات الطلبة بالإضافة إلى تعزيز القيادة والعمل الجماعي. المجلس الطلابي من أهدافه هو مشاركة الإدارة بالجامعة للتعرف على احتياجات الطلاب ولحل مشاكلهم ومساعدتهم في العملية التعليمية. الطلبة المرشحون الذين يعكسون التنوع وتعدد الثقافات استخدموا هذا العام أسلوبا جديدا، حيث انقسموا إلى فريقين، الفريق الأحمر والفريق الأزرق، وعملوا على اجتذاب الأصوات من الطلبة الناخبين. المجلس الطلابي عندنا في الجامعة شرف وفخر، ويحس أنه يارس يأثر في الجامعة بشكل إيجابي، فعشان شي نحن عندنا الانتخابات شيء وايد كبير، شيء أن كل حد يحس أنه لازم يثبت وجوده، لازم ويصوت عشان للطلبة. المجلس الطلابي شغلهم الأساسي أنهم يطورون في الجامعة، يطورون الحياة الطلابية، يطورون المباني. مكون من 14 شخص، كل شخص له مهمة عشان يطور المبنى أو الميجر اللي هو فيه. انتخابات هذه تعطي الطلاب خبرة في حياتهم الدراسية في الجامعة وحياتهم العملية خارج الجامعة، تكسبهم الثقة بنفسهم وتضمن لهم إن شاء الله يعني مستقبل باهر. أصبح طلبة أمريكية الشارقة مهتمين بشكل متزايد بأن يكونوا جزءا من المجلس الطلابي ليمثلوا زملائهم، إذ أصبح مستوى النشاط والجهود عاليا لكسب الدعم من أقرانهم عبر منصات جديدة ومبادرات مخططة. تأتي الانتخابات للمجلس الطلابي لنقل صوت الطلبة وآرائهم واقتراحاتهم للتحسين من حياتهم الطلابية في الجامعة. لأخبار الدار، هدى سالم من الجامعة الأمريكية بالشارقة.